السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن نذهب للصلاة الثانية إن شاء الله في مسجد الأمانة. انتهينا من الصلاة الأولى في مسجد مركز إسلامي برمنغهام الحمد لله، والآن ذاهب للصلاة الثانية في مسجد الأمانة، وهنبدأ التكبير مرة ثانية. الأمانة بدأت في عام يعني قول 30 35 سنة أو أقل شوية، وهي مؤسسة لها أنشطة مختلفة تعليمية وثقافية وتربوية ودينية إلى آخره، واليوم هم بيعملوا صلاتين أو 3 صلوات كذلك إن شاء الله. وإحنا ذاهبين أحاول لو لقيت في مكان عشان بس نحيي الاخ وانا ماشي اللي هو لا. السلام عليكم. وعليكم السلام. حيي الاخوه في مسجد اللي هو الحارس بتاع البوابه، ونروح للامانه نشوف هنعرف نعمل مكان نركن فيه ولا لأ، لأن الأمانة هي مركز العرب في برمنغهام وبقى لها أكثر من 30 سنة في برمنغهام. Now I'm going to my second Eid prayer إن شاء الله. Eid prayer is a sunnah as you know actually, and in a different mosque called Amana Muaz Welfare Trust or Muaz Welfare Trust. And it's nearly 30 years old, inshallah. And the khubba is in Arabic. It's always packed. The mosque is packed. But I'm going there to try to find a place for me for my second Eid prayer, inshallah. نبدأ التكبير. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الوقت الساعة عدت داخل على 8، وطبعا العربيات زحمة جدا، فالواحد المفروض ياخد باله وهو بيصلي أو هو بيقصد وهو بيكبر وهو بيعمل الانديكيتور بتاع الإشارة علشان المنطقة دي زحمة جدا. Today is nearly before 7 before 8 o'clock and we have to be very careful because people now are very busy going to work and we have to be very careful when we put the indicator as well as going round about. Let us do takbir again إن شاء الله. يلا نكبر مع بعض. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى زاك زول وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا، الحمد لله وجدنا مكان في الكاليماري. الكاليماري ده محل سمك كبير في برمنغهام، بيعمل سمك مصري وجميل جدا، الناس بتيجي تاكل عنده ان هو، وان شاء الله كلكم تيجي تاكلوا عنده علشان تشجعوا الشباب اللي هم بدأوا المشروع بتاعهم ده قدام الامانة، وانا دلوقتي هنزل واروح الامانة كمل تكبير جناح قدامهم ان شاء الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد، الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Say something about calamari. Huh? عيد مبارك. عيد مبارك. عيد مبارك everybody. How are you? Okay? What shall I say? In Urdu, Urdu, Urdu. Oh, I don't speak Urdu. What speak? I'm Bangla. Bengali, Bengali. Okay. What shall I say? It's closed. Huh? They open back tomorrow from 9 o'clock. They're off for the day of Eid today. No, Bengali, Bengali. Eid Mubarak in Bengali. Eid Mubarak, everybody. Bengali, Bengali, Bengali. It's not Bengali, it's English. Are you okay? Alhamdulillah. I've not seen you in a few days. Yeah, I was around. Is it? Yeah, Alhamdulillah. I've not seen you in a couple of weeks, actually. I was for a month. Come back, you know, when you finish, have some coffee with us. Okay. Inshallah, inshallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر،
ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم. الله أكبر كبيرة، الحمد لله كثيرة، وسبحان الله بكرة وأصيلة. لا إله إلا الله وحده. Brother, brother, I want my hair to be like your hair. سعيد مبارك. Show them your hair. See, I want my hair to be like his hair. سعيد مبارك. سعيد مبارك. What language you speak? English, Arabic. سعيد مبارك in English? عيد مبارك. In English. ازيك يا انتوا ابو يمن؟ ها السلام عليكم. ايش الكرافات الشيك دي يا عم؟ قول عيد مبارك هنا. عيد مبارك. على مين؟ لمين؟ للأمة الإسلامية. عيد مبارك للأمة الإسلامية. عيد مبارك. عيد مبارك. عيد مبارك. عيد مبارك سيستر. عيد مبارك. يلا عليكم السلام. الله أكبر الله. ها عيد مبارك. انت بالصحة والسلامة، خلي بالك من السجاير تدفع فيها دم قلبك وبعدين بتدخلك المستشفى. يلا ربنا يكرمك. عيد مبارك. اتفضل عيد. واكبر الله. انت جاي من سوريا؟ مالك ساكت ليه كده؟ زعق. لسه نايم ولا ايه؟ لسه نايم؟ لله الحمد. داخلين على المسجد. أكبر لله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله. عيد مبارك. أدينا واحدة. الحمد لله. الحمد لله بخير. تفتحها ازاي دي؟ مشكلة دي. نفسي. يعني خلاص خلاص. الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله. أكبر الله وأكبر أهلاً أهلاً. زيك يمين من العيد. الله أكبر الله الله أكبر. مصر. نعم. لا إله إلا الله. الله الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله عيد مبارك. عيد مبارك. عيد مبارك. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. الله الحمد. الله أكبر. الله أهلا. عيد مبارك. مطعم بدر من أحسن مطاعم موجودة في برمنغهام. عيد مبارك.
عيد مبارك. عيد مبارك. الله يطول بعمرك. باد ريستوران، ون اوف ذا بيست ريستوران ان برمنغهام. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. تعرف تقبل كرسي من هناك؟ لا اله الا الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تقبل الله منا ومن الاعمال، وغفر الله لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم في هذا اليوم المبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. الاخوه سيمرون عليكم بجمع التبرعات للمسجد، اكرموا المسجد اكرمكم الله، وكذلك الاخوات. بارك الله فيكم وجعل ذلك في ميزان حسناتكم، وبارك لكم في الاهل والمال والولد. امين امين. الله اكبر الله اكبر. شكرا شكرا. عيد مبارك. قول لهم كل عيد مبارك. لا اله الا الله. الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. لا اله الا الله. الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. لا اله الا الله. الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا الحمد لله على كل سلامة على كل سلامة. وعيد مبارك. أنا عليك. عيد مبارك. الله أكبر الله. تقول شيء يلا كل 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 يلا. We are in Muaz Welfare Trust Mosque. Inshallah. And this is the first prayer. And نحن الآن في مسجد الأمانة ونصلي الصلاة الثانية بالنسبة لنا إن شاء الله. My second prayer. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.